شامت له العود العصي المسمى وعدل عوجها بالفعول اعتدالي وجه السعد درع البلد لا عدمنا ابن الملك اللي على الشعب غالي سلمان وجده معز اشبال
برنامج كورة مع تركي العجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية. بعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية، نبدأ بعناوين الحلقة. الفيصل يجتمع مع الرئيس التنفيذي للفورمولا 1. المنتخبات السعودية تعلن قوائمها تأهبا للاستحقاقات القادمة. العضلة الخلفية تغيب خالد الغنام أسبوعين عن النصر. الوحدة خسائر متتالية تهدد فرسان مكة بالهبوط. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية رحب بضيوف الكرام أحمد مصبيح أبو تركي. الله يحييك، حياك الله وجود، الله يحييك. مرحبا عيد الثقيل وفيصل، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك محمد الماس. أبو عبد الله أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أبو وجود، وتحية طيبة للزملاء الكرام. قابلت أخوي عيد قبل كذا، لكن حبيبي أحمد المصبيح أستاذي، فرصة طيبة ألتقي أول مرة بعد العودة، وبإذن الله حلقة جميلة كالعادة. حبيبي سمعتش كلام؟ الله يجزاه خير. ايش قال بالله؟ سمعت. قال انا صراحه مستاء جدا انكم حاطيني اليوم في الجدول مع احمد المصيبي. الله بالعكس الشرف لي والله، الحمد لله على السلامه. وانا بقسم كنت اتمنى معك تكون في الاستديو، الله يحفظك. يقول انا شفت الجميع بس ما قابلت استاذي احمد المصيبي. والله العفو، تعرف انا احب الخير. الله يجزاه خير ويرحم والديه، لكن ان شاء الله حقك في جيت ان شاء الله لازم نقوم بشيء من الواجب، تستاهل يا عميد. انا بس ترى قصدي اهدي النفوس. ما واضح، ما جزاك الله خير ابدا مواقفك، لاني انا ما ارضى احد يقول عليك شيء وانت ما انتبهت وما سمعت. لا والله مشتاق، الله يسعدك، سعيد بطلته او طلالته. اهلا وسهلا فيكم جميعا. نبغى نبدا في موضوع الاول اليوم اللي هو تشكيله المنتخب السعودي. ومن امس، بس ابغى اقول شغله مهمه، من امس الناس تعرف يتكلمون عن بعض اللاعبين، وأن اللاعب فلان ما انضم واللاعب علام ما انضم، ويمكن أكثر لاعب خلينا نقول عليه يعني علامة استفهام أنه واحد كويس وقدم موهبة، أنه ليش ما يروح المنتخب، كان يتكلمون أغلب الحديث على الأقل اللي وصلني عن خالد الغنام. طبعا اليوم طلع أنه اللاعب مصاب، بس لسبب ما أنا مبسوط أن خالد الغنام ما راح المنتخب سواء مصاب ولا غير مصاب. أذكر قلت هالكلام، بقول هالكلام لخالد الغنام، وأذكر قد قلتها في يوم من الأيام للاعبين، قلتها لبصاص لاعب الأهلي. أوه. أول ما طلع يعني، كمان أول ما طلع بصاص كان يعني كان موهبة تقول يا أرض نهدي ما عليك قدي، يعني كان كابتن في منتخب الفئات السنية ولعيب لعيب لعيب. صحيح، امتداد العمة مروان. وكنت أقول هالكلام، قلت كلام البصاص وقتها، وقلت هالكلام مرة بعد الفهد المولد أول ما بيّن مع منتخب كأس العالم قبل ما يعني يستمر. شوف اليوم أنت يعني، إحنا ما نبغى نأخذ مقارنات، بس اليوم فهد المولد ده زال يلعب، بصاص ما يلعب يعني، أو خلينا نقول مش ماخذ فرصته اللي كانت الناس تتوقعها، ومش في مجال مقارنات. بس هذا الكلام أنا برجع أقوله لخالد الغنام، ومن في عمره يعني. أيوة، في البداية في لعيبة تبغى تكون لعيبة إنستغرام وتويتر، وفي لعيبة تبغى تكون لعيبة ملعب. مين لعيبة إنستغرام وتويتر؟ هذا اللي يبغى يسحب وينحط له مقاطع ويبغى يستعرض، وفي لاعب يبغى يكون للفريق. خالد الغنام موهبة، بس احيانا تحس يلعب لنفسه، ما هو مستوعب كميه الموهبه اللي موجوده عنده، كميه المهاره اللي اليوم فيه. في لعيبه كثير في الكره السعوديه نتكلم عنهم، عن مواهب جديده، نتكلم عن لعيبه فعلا عندهم مواهب، بس خالد واضح انه فارق جدا. وبالتالي انت تقرر تبغى تكون لاعب حق سوشيال ميديا مقاطع واحسن واحد، ولا تبغى تكون لعيب في الملعب. عدم اختيارك للمنتخب يعني، أمس كنت قاعد أقول أكيد مش إصابة، لازم يراجع حساباته، لكن طلع أنه مصاب. اللاعب هذا لازم ينتبه أن في مستقبل أبو 10 سنين قدامه ممكن يحط اسمه من ذهب. هو اليوم مع النصر، حلو، ممكن لما ينتهي عقده مع النصر يعني
فعلا ممكن يندفع عليه ملايين إذا هو حافظ على نفسه. وهذول اللعيبة الموهوبين أنت تدورهم تنتظرهم في الكرة السعودية، تحاول تكتشفهم. وخالد من هاللاعبين اللي لازم يعرف أنه عنده شيء فارق عن اللي حواليه، وبالتالي لازم ينتبه، ينتبه أنه لازم يكون اللعب مع الفريق مع المنتخب اللعب الجماعي، عشان ما نخسر أسماء. في أسماء كثير في الكرة السعودية مثل خالد وأحسن من خالد طلعت وما قعدت 6 شهور سنة وراح، وفي لعيبة استمرت. لكن المقدمة اللي كنت أنا بقولها علشان هم ما ضموه، قلت يمكن هيرفي رينار قاعد يقول له راجع حساباتك طلع مصاب فخربت علي السالفة. بس برضو لازم لازم تنقال لخالد. ممكن هذا الشيء ترى يكون موجود عند المدرب المنتخب. يعني اللاعب المهاري مهما كانت مهاراته، وإذا ما كان يسخرها في لصالح الفريق ويخدم فريقه، بتأكيد العيون ما راح تكون عليه. وخاصة أنه لاحظ ترى المدرب المنتخب ما عنده استعداد أنه يقعد يعلم اللاعب، هو يفترض يأخذ لاعبين جاهزين، صح ولا لا؟ أنا بجيب والله مثلا سواء خالد أو غيره، صح، أجيب عشان أنا قاعد أعلمه كيف يسخر موهبة المنتخب، أنا ترى كلها بلعب مبارتين مثل ما قالوا على السريع وخلاص. هذا دور النادي مش دور أنا، دور مدرب النادي. إن شاء الله يكون كلامي خفيف عليه. ترى دائما نقول الشباب اللعيبة الصغار أو اللي توهم بادين، أنت ما تعرف أحيانا ودك تثني عليه بعدين تقول والله أنت تخربه، هو بس يبي وجوده، ودك تنتقده بعدين تقول أنت تحطمه، فتصير في حيرة. يعني في ملاحظة، يعني ملاحظة أب مثلا، الولد أو النجم في هالعمر، حتى الولد الطبيعي اللي مو نجم، يعني يقول أنا بعيش عمري، يعيش مثلا موضة معينة من قصة من كذا من سوشيال ميديا، لا بأس. لكن أنت الآن نجم، نجم ويعول عليك، وطلعت في 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 وقت احنا بحاجه المواهب. ليش ركزنا او ركزت على خالد؟ وانا من زمان دائما احكم تحت الهواء اقول هذا اللاعب يعني فارق عن كل اللي حواليه، لكن يعني اذا عقليته ما خلته يستمر اقل شيء 10 سنوات، هذا انا ما اعترف فيه. اللاعب اللي فقاعه صابون، ولا ابغى انكر الكلام، ينتهي بسرعه والله، يروح من الذاكره. وفي زي خالد واحسن طلعوا في الكره السعوديه وكانوا يعني نجوميتهم كذا المعت وراحت واختفت طبيعي. بسرعه. لا بنتذكر مهاراتهم واعظم من مهارات خالد الغنام، لكن اي مجد ما صنعوا اي مجد ابدا ابدا. يعني ولا تذكرهم لا اسهام كبير مع ناديهم ولا مع المنتخب السعودي، واسماء اعظم من اسم خالد مهاريه. صحيح. طيب خلينا نشوف تقرير عن تشكيله المنتخب ونفتح الموضوع مع الاحبه. ستة وعشرون لاعبا أعلنهم هيرفي رينارد في قائمة الأخضر المستدعى لمعسكر مارسيل الجاري لمواجهة منتخب الكويت وديا استعدادا لمنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وظهر الرباعي حسن العمري مهاجم القادسية، وزيد البواردي حارس الشباب، وعلي الأسمري محور الأهلي، وناصر الدوسري لاعب الهلال للمرة الأولى في قائمة الأخضر. كما شهدت قائمة المنتخب السعودي الأول عودة نجم الأخضر عبد اللطيف، وسيحتضن ملعب مرسول بارك بالرياض المباراتين، حيث سيلتقي الأخضر شقيقه منتخب الكويت وديا في 25 من شهر مارس الجاري استعدادا لمواجهة منتخب فلسطين الشقيق ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في 30 من الشهر ذاته. أبو تركي، تشكيلة المنتخب كيف شايفها واختيارات المدرب؟ والله أمس حكينا على الطاولة مع أبو نايف زميلنا الله يذكره بالخير عبد العزيز السويد، وركز يعني وأثر فيني الكلام إنه يا جماعة خلاص يعني ملينا من اسطوانة التشكيك، وكل واحد يبغى ما يطلبون أبغى اللاعب فلاني وكل، لكن لهم نظرة عطفا على الظروف اللي صارت، والمدرب هذا على طريقة المدرب السابق اللي هو الهولندي مارفك يبحث عن استقرار عن مجموعة معينة، لا بأس يدخل لاعب لكن
ما يمكن يعتمد على أخذ وعطاء ويفقد الانسجام وسط هالظروف، تشايف الجائحة والتوقعات وكل شيء يعني صار مزعج. فإحنا أكيد في ملاحظات، في لعيبة تستحق وفي لعيبة هو يرى أنه لما ينضم المنتخب ربما يراجع حساباتهم. في 3-4 لعيبة مستوياتهم هابطة فعلا لكن هم نجوم، هل يستطيع؟ طبعا يمكن له نظرة ويرى فيهم شيء كبير أنه يعيد اكتشاف أنفسهم. اللعيبة اللي برا أتمنى ما يجي محباط، اللاعب الممتاز الموهوب حيفرض نفسه يوم الأيام. في لعيبة ترى إلى الآن بارزين في أنديتهم وطوروا في لكن ما وفقوا في المنتخب أو لما ينضم المنتخب يتوارى. في ترى أحيانا يعني مصطلحات أو عبارات أو تقييم انطباعات معينة قد لا تكون يعني 100% صحيحة. في لاعب منتخب، في لاعب نادي، في لاعب نادي تقول هذا بس متى ينضم المنتخب؟ إذا انضم المنتخب توارى، قيد بأدوار معينة، نظر للمدرب كذا أنت كذا، هذا حدد له. وأنا أعرفه مريت خلال السنين اللي راحت في لعيبة نطالبهم في أندية لما ينضم المنتخب بنتضايق أحيانا من المقولة ما يقولك والله هذا لاعب نادي وهذا لاعب منتخب، وفي لعيبة لعيبة منتخب مو بلعيبة أندية، في النادي ما يسوي ولا شيء والله العظيم، في المنتخب بيصير يعني من ضمنهم اللي تكلمنا عنها أمس المحور اللي هو خيبري عبد الملك خيبري. عبد الملك خيبري كان في الأندية يعني مستوياته لكن لما في المنتخب عمود فقري مع مارفك صحيح يعتمد عليه المدرب. في لعيبة نعينة لكن الأكثر السائد في لعيبة لما ينضم المنتخب أما يعني مو يرى نفسه رأى تجاوزناه إن شاء الله. لا ويخدم تكتيكه. أنت أيضا إحنا نتساءل عن لاعبين يعني ولا أقطع كلامك ترك، نتساءل عن لاعبين ونطرح الأسئلة ليش اللاعب هذا وليش اللاعب هذا، وإحنا ما نعرف أيضا نظرة المدرب الفنية تكتيكه اللي بيلعب بالمباراة القادمة. الحين المدرب عنده هالفترة الحالية هذه بكل التشكيلة هذه عشان مباراتين، مباراة مع الكويت ومباراة مع فلسطين، أكيد إنه واضح وشايف المنتخبات دي وشايف وش يحتاج. انا هذا اللي خلاني اتحدث انه كلامك عن عبد الملك الخيبري، يشوف مارفك يشوفه شيء رئيسي يخدم تكتيك وهو ما كان بارز مع الأندية. ايضا اللي خلينا يعني نحاول نبعد يعني واثني على كلامك واثني على كلام ابو نايف يعني بالامس، نحاول نبعد عن مساله التشكيك ومساله حتى طرح التساؤلات يعني على الطاوله عن لاعب معين او لاعب معين، انه ما في لاعب سوبر ستار مش موجود يستحق الجدل او إيه يعني يستحق الجدل. يعني حتى لو اللاعبين اللي الان اللي ممكن ينطرح اسمائهم ترجع يعني في عليهم اعتراض، لكن لاعب السوبر ستار كلهم موجودين. احنا في اوقات سابقه نتذكر لما كان محمد نور ما ينضم للمنتخب صحيح يقول والله ما تقدر تتجاهل هالشيء، لاعب سوبر ستار يعني ما تقدر مثلا مثل ما قال ما تقدر تبلعها لا مع تكتيك لا يفرض عليك ادري صح ولا لا، لاعب سوبر لاعب شايل فريقه لاعب يعني لاعب سوبر. بس لما تيجي على الأسماء الحين المتداولة أو اللي حتى يتداولها البعض ليش ما أعتقد أنه جيب لي الآن ولا ما أحب ذا المقارنات، بس جيب لي لاعب سعودي الآن يقدم 3-4 مباريات يعني بمستوى شبه ثابت، لاعب يطلع وبعدين يوهق النقاد والمحللين وبعد يهبط مستوى. اللي أنا لا زال مالين عيني الشهراني حق الهلال والظاهر أيمن النصر اللي هو سلطان الغنام، هذول لعيبة محترفين معنى الكلمة، البقية مد وجزر. وأنا والله شوف تشكيلة المنتخب أيضا يعني موجود يعني عندي بس أمر مقلق واحد فقط اللي هو مسألة مو عن الأسماء عن المستويات، مسألة حراسة المرمى. أنا أعتقد أنه حراسة مرمى المنتخب السعودي ليست في أفضل حالاتها، يعني اللاعبين المنضمين هم موجودين طبعا ما في يعني غيرهم، مش حراسنا ما هو في أفضل مستوياتهم ولا هم في أحسن حالاتهم، يعني العويس ما هو في أحسن حالاته صحيح. أبدا تجي تتكلم عن العواشير ليس في أفضل حالاته أبدا، زيد المولد يمكن زيد البواردي أيه يمكن إلى حد ما لكن أيضا مش اللي بالشكل الكبير، هو حقيقة وممكن معتزل دوليا المعيوف، يعني كنا نحتاجه في حراسة المرمى. أنا أتكلم على مستويات الحراس أيوة حتى ملائكة أو ملائكة لأنهم فعلا مستويات الحراس مقلقة عندنا يعني مش في أفضل حالاتهم. مسرح المسرح اللي قلتها أمس القادسية مسرح ترى في لعيبة أحيانا أمنيتهم يعني أنت أعطيت فرصة بس نقول برضه عشان ما ناقضهم في السنة، بس حط معنا كلام فعلا الحراس الموجودين ما فيهم إلا حارس الشباب أكثر, أكثر يعني من أكثر الناس اللي يستحق أنه يكون ياخذ فرصة في المنتخب، وحتى كان معنا في البرنامج حكى هالموضوع مصطفى ملائكة يعني بصراحة يقدم مستويات ممتازة جدا
لكن عاد حظه قليل هو في المنتخب صراحة. لاعب قدوة يعني فعلا حارس متمكن. لا وانت في هالظرف يعني حقيقة طبعا احنا ما انت احنا مجرد حديث يعني عابر ومثل ما قالوا عرفت في هالظرف يعني والحراس مش في افضل مستوياتهم. اعتقد انك تجيب حارس حتى لو انه كبير في العمر لكن على الاقل يعني المستوى ثابت لديه. محمد طبعا من فترة طويلة تعودنا أن ما نتفق على تشكيلة المنتخب، دائما فيها جدل وفيها مشاكل كثيرة، وتعودنا كمان أنه أحيانا يكبر الجدل ونفوز وأحيانا نتوافق كلنا على هذه التشكيلة وممكن نخسر أو نقدم مستويات متواضعة. الوضع فعلا اختلف وملينا كمان حتى من نغمة أنه أوهام السيطرة على المنتخب والتوجهات والأندية وكل واحد يبدأ يرجع الأمر على أساس نادي منافس والأمور هذه تجاوزناها بمراحل كثيرة جدا. كل ما نتمنى أن اللاعب يثبت نفسه، نتمنى أن اللاعب يقدم للمنتخب كل ما لديه، خصوصا وإحنا عندنا أمر أنه اللاعب اللي أصبح يلبس قميص المنتخب في هذه المرحلة يلزم علينا دائما دعمه والشد من أزره ودعاء له بالتوفيق وللمنتخب بالتوفيق. هنا مشكلة في أمر أنك أحيانا النقاش لما يزيد عن عدم جدارة لاعب بالانضمام ممكن يكون تحدي له إذا كانت عقليته كبيرة، وممكن يجي الأمر عكسي. الأمر جدلي، لكن اليوم في وضعنا الحالي اختلف عن السابق. زمان لما كان 4 لعيبة فقط أجانب غير سعوديين كان في اللاعب السعودي يعاني عشان يوصل لقائمة الهدافين مثلا أو قائمة أفضل صناع لعب، وكل اللاعبين اللي أمامك 4 وأقل إذا كان كلهم لاعبين وكلهم في كامل جاهزيتهم. اليوم اختلف الوضع، عندك 7 لاعبين وعندك مواليد وعندك أيضا، هذه خلت المهمة صعبة على اللاعب السعودي أنه يثبت نفسه وأنه يثبت جدارته وأنه يوصل للأرقام. لما نتكلم على الأرقام إحنا يعجبنا اللاعب الفلاني ونشوف اللاعب الفلاني من وجهة نظر فنية وناس مستمتعين بكرة القدم، لكن الناس اللي في المنتخب يفترض أن تكون الأرقام هي دليلهم الأول وبعدين تيجي بقية الأمور الثانية، الخطة والتكتيك، أرقام في اللياقة البدنية، في السرعات، في المسافة اللي قطعها في الملعب، عدد الأسيتس، أمور كثيرة. صرنا نشوف جمهور الآن يتابع هذه الإحصائيات ونزلها يوميا، فما بالك بإدارة منتخب يفترض أنها هي اللي تكون الأساس في هذا الأمر. نتمنى لكل لاعبين التوفيق ونتمنى بإذن الله المنتخب التوفيق، خصوصا ما نبغى نقلق كثير أنه المباراة القادمة ودية وما بعدها هي الحاسمة اللي نحتاج نتيجتها. في أمر يعني مزعج أحيانا وانت تتابع بعض الأسماء ممكن تفاجأ كلاعب أنك ما طلعت المنتخب رغم أنك تستحق، لكن فعلا أزمة كبيرة أنك تفاجأ بالانضمام للمنتخب. في لعيبة ما نبغى نذكر لأنه نبغى دعمهم قدر الإمكان، في لاعب متأكد 1000000% أو 5 أو 6 لاعبين فوجئوا بهذا الاختيار. هل هو اختيار مناسب في هذا التوقيت؟ هل هو حيكون دعامله؟ هل حيكون خروج له عن إطار النادي وتقديم أفضل؟ ما تدري، وأمامنا حتكون التجارب في المباريات ونتمنى أنها تكون إيجابية وما تكون سلبية على اللاعبين. المنتخب محطة مهمة جداً للاعب، إما أنه يستفيد منها وتكون هي أحد المحطات اللي يتحرك فيها للأمام ويغير حتى من تفكيره الاحترافي وتخليه ينظر للأمر أعلى من موضوع المادة والفلوس، لأن المنتخب هو شرف عظيم الانضمام له وراية بلد ونتائج، وأمر أنك تأخذ الأمر وكأنك وصلت إلى مدى النجومية اللي تحتاجه وتبدأ تتراجع أو يختفي النجم زي ما تكلمنا قبل شوية. نتمنى المنتخبنا التوفيق، نتمنى لكل من لبس قميص الأخضر التوفيق. حنروح الفاصل، بعد الفاصل نعود. الإمبراطور الذي أرخ التاريخ بالمجد، القائد الذي ابتدع للقيادة منهجاً، الدفاع أولاً وآخراً ثم من بعده الطوفان.
الفيصل يجتمع مع الرئيس التنفيذي للفورمولا 1. المنتخبات السعودية تعلن قوائمها تأهباً للاستحقاقات القادمة. العضلة الخلفية تغيب خالد الغنام أسبوعين عن النصر. الوحدة خسائر متتالية تهدد فرسان مكة بالهبوط. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه احمد المصبيح. اهلا وسهلا. وعيد الثقيل اهلا وسهلا. محمد الماس هم ضيوف حلقه الليله. المواضيع اللي معنا ايضا في حلقه اليوم مواضيع كثير مهمه. راح نتكلم عن كاس الملك, ونبغى نتكلم كمان ايضا يعني نتكلم عن نظره عامه لكاس الملك, ونبغى نتكلم عن حمد الله اللي دخل بالأمس نادي المئة. عندنا تقرير عن هذا الموضوع. لكن بالحديث عن حمد الله اليوم كان فيه يعني جلبة في البيت النصراوي, أثر تغريدة غرد فيها العضو الذهبي الأستاذ عبد العزيز بغلف, تحدث فيها عن مكافأة لعبد الرزاق حمد الله معلنة على تويتر. هذه المكافأة أرفقها بجملة أنه أتمنى أن تصل وأن لا تكون مثل السابقة اللي أنا تبرعت فيها الحمد لله وما وصلت, واضطريت أدفعها مرة ثانية. بعدين كتب تغريدة ثانية, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, حتى الثانية ما وصلت. بعدين دخل عبد الرزاق حمد الله في الموضوع وقال لا وصلت. المشهد يعني النصر بالأمس فايز صح؟ يعني وكأن الأمورها بدأت تلملم نفسها وعندك مباراتين مهمة. أعلن عن مشكلة إذا كانت هي أصلا موجودة ولا لا, يعني سابق إذا فعلا هو دفع الفلوس والنادي ما أعطاها له. يعني ترى في هذه علامة استفهام, الناس تقول طيب الإدارة وش سوت بهالفلوس, فهم علي؟ يعني الواحد خياله يسرح أحيانا مع بعض مع بعض الموضوع, سوتهم بالفلوس. وبعدين يعني إن كانت هذه أصلاً مشكلة هو أخرجها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعدين دخل اللاعب اللي المفروض إنه يكون لاعب بعيداً عن هذه الصراعات أو الصدامات إذا كانت موجودة بين أعضاء الشرف والإدارات. دائماً الأندية تحاول تبعد اللاعبين عن المشاكل, اللاعب تم إقحامه في الموضوع. حالة من الغضب النصراوي, في نصراوي منقسمين يقول لك والله الرجل هذا داعم مهم, وفي ناس تقول لك يا أخوي إحنا ما نبغى هالدعم إذا بيقدر يسوي لنا مشاكل. وفي تعبير جميل اليوم قريته في تويتر يقول يعني أستاذ بغلف مثل اللاعب اللي يسحب 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 ويعدي ويعدي ويعدي, وإذا وصل عند الباب ضيعه. أنه يدعم 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 في أوقات مهمة وأندية تتمنى وجود واحد مثله, بس ممكن بتغريدة يعني يجيب الدنيا فوق تحت. هذا هو المشهد بكل الروايات. يعني في ناس تدافع عنه تقول يحق له ما لا يحق لغيره. ايش رايك ابو تركي؟ شفيه ابو جود, مو مجامل لك في هالبرنامج من سنوات انا معك ومع الضيوف اللي كانوا معنا طوال هالسنوات اللي راحت, ان ننتقد عمل اشخاص حتى لو شطح ضيف انا او غيري. للامانه ابو جود سواء على الهواء او تحت الهواء يا جماعه ان ننتقد عمل اشخاص البرنامج مع الجميع, وفعلا مسافه واحده نختلف نتفق. انا شخصيا التغريده اولا يعني فحواها واضح, يعني ما يبغى لها يعني اخذ وعطاء, فيها اتهام مباشر. انا اقول انت رجل تدعم وتدعم بسخاء والجمهور عارف الشيء هذا, صراحه ما راح اجيب اسمه, لكن طالما ليش زي ما تفضلت تقدم هالمجهود وتخربه بتغريده. اولا مو بس شيء على النادي الان يعيش مرحله تعافي, النصر ما تعود على كذا. في شرفيين في كل الانديه, خلنا نتكلم عن النصر, عندهم اسرار النادي والاشياء حالهم حال الشرفيين في الانديه الثانيه, لكن ما كل يعلم يقال وينشر على مواقع التواصل. مواقع التواصل اصبحت حساسه وفيها اخي وفي ذمم وفي اساءه في شتم في اسقاط. فاتمنى اتمنى ان يقتدي اي من يملك حساب في تويتر شرفي في النصر او في يقتدي بعض الشرف المتميزين اللي يلتزمون الصمت, يعالجون بسريه هذا اللي يحبون النادي.
أما اللي حاكى حتى حمد الله دخوله في الموضوع والله ما كنت كنت أتمنى إنه يربى، لكن عاد يمكن دق عليه وقال له غرد سو كذا غرد، فهذا خطأ ولا يليق. أتمنى أن يقتدي من غرد بأعضاء شرف النصر، أذكر اسمين أنا أحب واحترمهم نصراويتهم أقدرها واحترمها، بس يحبوا ناديهم ما عليهم الآخرين ولا يمكن يشرون غسيل وهم يدرون عن كل شيء. الوليد بن بدر هذا الرجل مع النصر مع كل إداراته يعمل ويدافع وأشوفه ما يمكن أختلف معه لأنه دافع عن ناديه، ولا يمكن مهما عرف من معلومة ما يمكن يسقط أو يتهم. أيضا طلال رشيد وغيره كثير، طبعا فيه عضو مجلس الإدارة والشرفي الأستاذ هادي مشيقح ونعم هذا عاد طبعا نموذج ما أقول نادر في كل الأندية، فأتمنى يكون هذا الثلاثة أسماء وفي أكثر من هالثلاثة قدوة. يا جماعة مواقع التواصل حساسة وإنك تسيء بهالطريقة الفجة، جمهور نصر واعي أكثر نصراوي وأعرفهم شخصيا وشوف تغريداتهم وردودهم عارف يمثلون كل معظم شرائح الجماهير النصراوية. شعروا النصراويين اليوم من خلال التغريدة دي وأنه كان واضح اسقاط أنه يعني اتهام خطير أنه أحمد ربكم يعني أنا قاعد أدعم ايه هذه ما تليق والله ما تليق لا في كيان النصر ولا مبدأ عمل ولا في مجتمع رياضي راقي مفترض وهو راقي إن شاء الله. هذه شطحة ترمي بأول مرة. أتمنى أمور هذه بالذات أمور مالية حطيت ولا وصلت والله ما وصلت الدفعة، هذه سواليف يا أخي هذه في استراحة. ما ينبغي مهما وصل الإنسان من مكانه ودعم يا أخي لا شيء بيسيء للنادي ويسوي مشاكل. النصر توه بادي يتعب زي ما تفضلت، توه طالع من أش أقول لك تيجي تدخله في متاهات مالية، خذ المكافأة رد المكافأة يا رجل، يعني ترى هذا في نوع أحيانا عدم احترام واستغفال. فلا بد أي شرفي في كل أندية، يعني تعتقد الأهلي اللي يمر بظروف ما عنده شرفيين عندهم القدرة يحركون مواقع التواصل بكلمة وكلمتين وكشف ونشر غسيل، وفي الهلال وفي الشباب وفي الاتحاد؟ لكن الواحد يا أخي يحترم، احترم تحترم. ما أريد أن أزيد عشان ما أشطح، لكن ولا ألغي المساهمات اللي سواها، لكن خربها والله خربها. عيد شو رأيك؟ بس بسأل وش سالفة ال 28 مليون أو شيء في تغريدة فيها 28 مليون؟ هذه متى بعد الحين؟ ما أدري الظاهر ولا مولى لا خلنا في المليون الحين. هو التغريدة اللي موجودة حقت المكافأة 100,000 الظاهر أو شيء 100,000 قبلها في كان تغريدة شيء أو بعدها؟ والله ما أدري أنا شو طول يا شاب قول ما أدري أنا وأنا ببحث ما تابعت له بشكل جيد، لكن خليني إذا هو مسألة يعني مسألة عشان إنه كافأ الحمد لله واختفت المكافأة كما فهمنا، يعني المكافأة الأولى كانت على إنه هداف العالم أو شيء، والآن بوصول اللاعب ل 100 هدف. أولاً يعني هي الرسالة اللي حقيقة بغلف ولي حمد الله ترى مش الدور عرفت أو مو مطلوب من النصر أو من أي أحد إنه يكرم لاعب على أي منجز فردي، حتى لو المنجز الفردي هذا كان لصالح المجموعة. يعني في كثير من الأندية تجي عند لاعبينها منجزات فردية قد تكرم، إذا كرمت الإدارة أو عضو الشرف فهذا كرم بالغ بينك وبينه. أي وبعدين في نقطة ثانية أنا ضد مسألة أنك أيضا تقحم الإدارة حتى في مكافآت الفردية والشخصية، يعني لا في الأولى أو الثانية تبغى تكافئ أنت حمد الله ولا فيه صح ولا لا مثلا حفل تكريم أو شيء موسع، يا أخي خلاص حطها في حسابه بينك وبينه، لا تقحم الإدارة وتحرجها حتى مع بقية اللاعبين. والموضوع كله يعني حقيقة شوف أنت قلت كلمة وهي فعلا جميلة، أنا أبغى أقولها بمعنى آخر يعني حتى ممكن يفهمه، ورسالة والله رسالة محب ولن يجدها شوف بغلف حتى من أقرب المقربين له ومن جلسائه والله العظيم شوف أنها رسالة فعلا من قلب صادق، يعني لا تخسر مالك وتخسر محبتك في الوقت نفسه، هذه إشكالية كبيرة. لأنت اللي حافظت على مالك ولا أنت اللي حافظت على محبة النصراويين لك، بدأت تخسر بتغريداتك كثير من القاعدة الجماهيرية المحبة كانت لك ولوقفاتك مع ناديك، وبدأت تخسر حتى لآخرين ممن كانوا يمتدحونك يعني من أنصار الفرق الأخرى والذين يتمنون كانوا عرفتوا يتغنون يتمنون وجود مثل بغلف في أنديتهم. البعض منهم الآن ما يبغى بهذه الطريقة أبدا،
عند جمهور نصراوي كثير فقد محبته لعبد العزيز بغلف. ايضا على يعني حقيقه عبد العزيز بغلف انه ايضا يعلم والله ولو يعني انقاصا في قدره يعني قدره ان شاء الله محفوظ، لكن هذه رساله للجميع هو او غيره انه الكيانات اكبر من اي اسم، نصر تجي هلال اتحاد اهلي، يعني بضرب لك مثال منصور بلوي مع الاتحاد اسم لا يتكرر لا يتكرر ابدا، لكن هل يتوقف الاتحاد عليه؟ هل هو اكبر من الكيان الاتحادي؟ هذا كل الجماهير مع اتحادها، هذا الان كل الجماهير والجميع يتغنى بالاتحاد، الجميع يتمنى عوده الاتحاد، والجميع يقف خلف الاتحاد. ما فيه اسم ايا كان في اي نادي تجده اكبر من الكيان. ايضا شوف خلي يمكن ضرب امثله وامثله جميله جدا، لكن يعني عندك مثال رائع جدا طبعا وهو يمكن في غنى عن الحديث هذا، وفي نادي النصر الامير خالد بن فهد، يعني لن يدعم شخص حقيقه النصر او ناديه بكل الدعم اللي دعمه خالد بن فهد والمحبه اللي قدمها خالد بن فهد، لكن ما شفنا اي شيء حتى في خلافاته، واحنا نعرف انه كان في خلافات مع ادارات او اختلف مع هذا، كان ينسحب بهدوء. يقدر ترى خالد بن فهد او غيره صح ولا لا الداعم الكبار حتى في خلافاته السابقه ينشر كل الغسيل وكشف كامل، وقد يقلب الطاوله بالكشف طبعا الكبير جدا لصالح عرفتها ويعرف، لا ينسحب بكل هدوء لانه محب للكيان. وشوف كيف جماهير النصر متعلقه فيه. بضرب لك مثال اخر عشان احنا شوف فهد محمد في الهلال، الله اسم يعني ما قد شفنا له تصريح ولا قد شفنا له شيء، لكن اسأل أي أحد من جمهور الهلال عن فهد محمد، هذا الشرف الذهبي، شخصيات شخصية عظيمة. فعندنا قدوات جميلة جدا كأعضاء شرف، أتمنى فعلا أنه يفكر في مسيرتهم. الأستاذ خسر بغلف بهذه التغريدة، خسر والله خسر، ولا تخسر. شوف أنا أقولها الرسالة يعني لأبو أحمد، أقسم بالله لا تخسر أكثر من ذلك أبو أحمد، لا تخسر. يعني أنا أقول لك حتى شوف مليون اثنين مليون عشر مليون لا تساوي محبة الجمهور النصراوي لك. ما أقول لك إنه الإدارة ما عندها أخطاء، ولا أقول إنك أنت فعلا ما أنت مستاء من تصرفات، أكيد لها أخطاء، لكن تأكد تماما. وأنا والله مش يعني دفاعا عن النصر، لكن كل الأندية والكبيرة جدا عندها مثل هالمشاكل وهالتفاصيل تمر الظهر كل موسم، وقدامي يعني رجل خبير هنا ابو تركي يعرف الكثير من احداث الماضي ويعرف انه هذه الاشياء تصير في الانديه. لحظه بقول لك شيء، تعرف انه الاشياء تصير في الانديه لكن ما احد يخرج طبعا يعني في مكافآت ترى على فكره في انديه عده صح ولا لا؟ صحيح. وراحت تعرف ابو تركي هالشيء ولا لا؟ فاهم، لكن ما في احد يطلع ويسوي هالاشياء. ايضا حمد الله اتمنى انك لا تتجاوب وتنساق او تنساق لهالامور. يعني حمد الله أنت الآن في وضع تعيد حساباتك مع جمهور النصر حقيقة في الموسم الثالث، حمد الله رغم وصوله للمية هدف لكن مش حمد الله الموسم الماضي ولا حمد الله الموسم اللي قبله. أيضا جماهير النصر تعلقت في حمد الله بشكل كبير جدا، لا بد أنه يحافظ على هالشيء يا رب الحلال. شوف خلنا نأخذها كمان من جهة ثانية، يعني الجماهير لا يمكن تقبل أحد يعني زي. مهما عظم محبته أن يكون أكبر من كان. راح أعطي في النصر، خلينا في مثال في النصر، بره بعيد، من أعظم لاعب في تاريخ النصر وسيبقى أعظم لاعب في تاريخ النصر؟ ماجد عبد الله. ماجد عبد الله مو قبل السوبر طلع بتصريح وقفت ضده الجماهير، قالت له اسمع حسين عبد الغني لا تقرب عليه، حمد الله لا تقرب عليه، ومو وقته، وهو ماجد والناس تعرف مين ماجد عند النصراويين، مو بأعظم لاعب، سيبقى أعظم لاعب في تاريخ النصر ما يعني ما وجد هذا النادي في مكان الجمهور ما يقبل. حتى حمد الله هو اللاعب المهم لما صار موضوعه مع سلطان الغنام في الملعب، مع انه يمكن يكون سلطان هو اللي غلطان، الجمهور قالوا اللي قاعد يسويه بغلف من تغريده اليوم طبيعيه جدا رده الفعل. يعني ممكن هو يطلع يشرح بعدين ويفسر، بس طبيعيه جدا رده الفعل. الجمهور ما يقبل مهما كنت انك تصغر النادي اي النادي. انا طرحت امثله أي، لأن الحديث عن النصر
أبو فيصل لما تطرق الهلال كنادي منافس، لأني أنا تحاشيت عشان الحساسية. لا أنا ما تطرقت، أنا ضربت تمثيل مثال. أقول الأمير فهد محمد ما في شك، يعني هذا يعني شو أقول لك، تاريخ، واللي اللي عمل في الهلال كل الإدارات يعرفون من هو الأمير فهد محمد. لكن خلنا نأخذ الأمير الوديد بن طلال، عاصر كل رؤساء الأندية الهلال وعاش المشاكل والتفاصيل، وعنده حساب لو يغرد كلمة كل هالين معه، ومع ذلك لم يستغل أو ينتهز هالعواطف وهالمكانة في تقليل قيمة فلان أخطأ ولا جلب مدرب ولا جاب لاعب ولا المكافأة. وكم دفع الوليد؟ أكثر مليارات للهلال، وما عمره يوم الأيام ناقش ولا طرح على سطح لا لا. وفي نقطة لا، وفي رسالة الحمد لله والحقيقة لعبد العزيز بخلة، يعني لا تستصغرون النصر، حقيقة لا تستصغرون النصر. النصر الآن متأهل لنصف النهائي كأس الملك، ويحاول إنقاذ موسمه الحالي، تمام؟ صحيح. ويحاول الحفاظ على مشروع عظيم هل جدا. تم لا شوف لحظة أقول لك شيء. عشان بروح النصر 100,000 ريال. طيب أنا بناقش فيها. أبروح للماس. هل تم إقحام حمد الله في الموضوع؟ طبعًا. أي طبعًا. طبعًا لما يذكر اسمه ويذكر كذا. لا بعدين من زاوية ثانية يا أخي، أنت عندك لعيبة شباب، وخليني أضربهم المثل. كل الأندية أنا كمنافس أغبط النصر على اللعيبة. أنت لما تطرح الأرقام وإني أعطيت حمد الله، أنت تفرق يا جماعة. أوكي لاعب هداف ولاعب يستاهل وقلناها ونكررها، لكن تدخل الآن في صراعات، وهالصراعات هي اللي دمرت فرق. أنا يا أخي لاعب لمستحقات، هذا يشتكي تيجي تقول أنا عندي حمد الله، إيش الكلام؟ أبو عبد الله، والله بصراحة أمر مخجل ولا يليق أبدا، يعني مؤسف بالذات بخصوصا عندما يرتبط الأمر بكيان كبير مثل نادي النصر. أمر لا يليق جدا، خصوصا والنصر يمر أيضا بهذه المرحلة ككيان كبير. إذا كان يعني الله الغني عن فلوسك، إذا بتسبب لي مشاكل 5,000 ريال بدون منه أحسن من 1,000,000 ريال بمنه ومشاكل، وتدخلني في الحيطة كل شوية، أمر جدا مؤسف. عضو الشرف الكبير اللي يصل لمرحلة أنه يكون عضو شرف لنادي بقيمة نادي النصر، ويصل أنه يكون ذهبي، ويصل أنه يكون ويسمى عضو داعم ويدعم باستمرار، لازم يرتقي لهذا المكان وهذه المكانة. أصبح دورك أكبر بكثير من هذا الشيء، دورك أكبر بكثير من أنك تقعد تجمع متابعين في تويتر، دورك أنك تساعد الكيان إما أنه يتجاوز أو أنه إذا شايف الأمر ما يناسبك كإدارة انسحب وخلاص، ابتعد عن النادي رسميا، وأبدأ غرد وقول المشاكل النادي مش عاجبني. لكن لا تدخل في النادي في صراع وفي منافسات وكأنه في خط ثاني قاعد يمشي يحارب النادي، أمر جدا جدا لا يليق. إذا كان في مشاكل ممكن أنك تتواصل مع الإدارة، إذا ما كنت تقدر تتواصل مع الإدارة في جمعية عمومية والدخول عن طريقها ممكن يحل المشاكل أو يعمل شيء. في ناس كثير في نادي النصر وفي كل الأندية الكبيرة بتدعم باحترام وبصمت. اليوم أنديتنا اللهم لك الحمد في دعم من الدولة، وفي في نفس الوقت في حوافز أنه يرتفع الدعم. وإذا كان أنه بيجيني 2,000,000 3,000,000 أو حتى 20,000,000 في السنة، ترى هذه 20,000,000 حتى لو وصلت إلى 30,000,000 أحيانا تكون نص عقد لاعب، فلا تذلني فيها كل شوية. بعدين ما ينفع في السوشيال ميديا، أنت شخص ما تملك نفسك، أنت الآن عبارة عن ممثل لنادي النصر بما أنك ارتقيت لهذه المرحلة. أنا حاسس أن الفلوس هذه كلها رايحة عشان جمع متابعين وتوزيع جوالات، ما ارتقي باسم نادي النصر أو ابتعد عنه ومارس دورك كمشجع. أنا ماني نصراوي، ولكن لو الأمر هذا حصل لنادي أنا أحبه وأعشقه والله العظيم ما يصير. باب الدخول لقلوب الجماهير وقلوب جماهير النصر جدا سهل، لو كتبت أنك دفعت 5,000 أو النادي بيعلن عن دعمك. حكاية الدعم المنفرد هذا ومحاولة أنه حسابي هو المصدر، ما تديني انطباع أنه عقليتك ترتقي لاسم نادي النصر. النصر أكبر من هذه الأمور، وإذا كان الدعم هذا إذا ما وصلني حيدخلني في مشكلة، الله ما مشكلة، أروح لقضايا، أروح لغرفة فض منازعات، توصل للفيفا، بس كرامة النادي ما حد يمسها. هذا الشيء قاعد يسبب مشاكل لنادي النصر وهو في هذه المرحلة في غنى عنها. طيب قبل ما نروح للفاصل، أحد مرسل يقول إيش بينك وبين بغلف؟ والله ما بيني وبين أي شيء، رجل جدا يعني علاقتي معه ممتازة ومحترم جدا، وسبق إن صار بيني وبينه اتصالات هاتفية مرة أو مرتين. رجل في غاية ترى في غاية التهذيب، يعني رجل مؤدب ومحترم، لكن إحنا نتكلم عن عمل في الوسط الرياضي، في كثير أصدقاء، عمل صحيح، في لعيبة كثير أصدقاء ومحبين لنا ولنا. يعني مثلا إحنا منتقدنا في أيام سابقة لاعبين لي علاقات شخصية معهم، لكن في الأخير هو عمل
نتكلم عنه. يعني مثلا نجي نسترجع التغريدات، مره كتب تغريده نزلت تشكيله في مباراه، كتب ان حكينا ندمنا وسكتنا قهر وفاز النصر يوم. مره كتب تغريده يطالب بعقد جمعيه عموميه، الحين تغريده عن الموضوع والمبلغ. يعني انت دافع ملايين، هي جت على 100,000 يعني، حتى لو حد اخذها عليك، مع انه ناس كذا قاعده تفكر انه الاداره شكلها اخذت الفلوس، تفكر في مبلغ كبير، تلقى المبلغ مبلغ شيء لا يقارن بدعمه هو شخصيا. هذا اقول لك شيء على فكره وجود احنا كثير على الطاوله، يعني الكلام النقاش هذا انا ارى ولا يزعل عين الاستاذ بغلف، يعني منطقي، قلت اسمه غصب منطقي، لانه انت تتكلم عن كيان، عن النصر، النادي الجماهيري الكبير، ما يمكن تمر مرور الكرام تقول. فلذلك اتمنى ان يتقبل بروح رياضيه، اتمنى يكون في قرار ايضا في شرف نصراوي او رجل مسؤول في النصر، يا جماعه وقفوا، انا لسه عندي دور أربعة وعندي مسابقات وعندي استحقاقات، عندك مباراتين يا اهلي ممكن تنقذ موسمك، يعني الناس زعلانه على الدوري، عندك هالمباراتين لو تخلصها ممكن تقول لك الناس يلا شكرا جزيلا. انا امس بعوده حمد الله واللعيبه والمكتسبات، ما مدى الناس 24 ساعه تطلع تصير نجم المشهد، حتى اعلان الصفقات، يعني في ناس قاعد يتكلمون يقول انه لازم تكون عن طريقه يا جماعه ما سواها الامير خالد بن فهد، ولا سوا زي ما قلت الوليد بن طلال، منصور البلوي يوميا يجتمع لعيبه الاتحاد ورسائل، انا اعرف من قبل اسبوع كل اداره الاتحاد تجي عنده وتروح، عمره ما منصور البلوي استغل محبه الاتحاد له واستثماره في السوشيال ميديا. يا جماعه اللي يحب النادي يعمل له مع عن قرب مو عن مواقع التواصل. فاصل قصير بعد هنا. العابر في الاذهان والناصع في التاريخ، عابر القارات الذي أذهل الصحافة العالمية، الرشيق وصاحب الأهداف الحديدية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية، أحمد المصبيح وعيد الثقيل ومحمد الماس، وهم ضيوف حلقة الليلة. تكتب اليسار أبو تركي؟ لا يعني إني بأشيل الجوال وبسكتب اليسار، بدقون علي حتى في القلم. والله جلوني مغرد بعد استوفي. والله مو بقصدي، بس تفاجأت شفت مسكت القلم، معقولة كل هالسنين أنا ما انتبهت إلا الحين؟ أبغى الناس يشوفوا القلم ولا تحطه باليسار. سوي زوم. لا لا سوي شو تسوي؟ في كبك ولا لا؟ حق أوتيل يا شيخ، لا يجي بس خلاص. أنت من النوع اللي ياخذ أوتيل؟ إي إي بس وزيت وزيت الاسم. أعطونا يا شباب تقرير عن حمد الله والمية هدف. يا حمد الله وكيف يخسرون ولديهم حمد الله. الله الله يا عالمي يا عالمي يا نصر يا حويلة، محاولة وتسديدة وكرة في المرمى، عبد الرزاق حمد الله. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر؟ لحمد الله تلغي هدف السجل أحسن منه. حمد الله هكذا يرد، هكذا يرتقي، هكذا يقفز. هذه تمريرة أو تسديدة Allah!
الرزاق عبد الرزاق جول جول الله 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 يا روعة عبد الرزاق حمد الله عاد مرة أخرى على سرخاف وعلى حمد الله المغاربة يا لها من كرة يا لها من عرضية يا لها من انتقام يا لها من رأسية يا لها من كرة في منتهى الروعة لا يكفيهم لا يكفيهم لا يرضيهم الله يا عبد الرزاق الله على مهدك عالمي من قبل لا تصبح عالمي ومن قبل لا تلعب مع العالمي قدم يا رب أهدي الفرص وارضيكم بنص فرصة أنا هنا أنا هنا لا تخافون عيد شوف يعني حمد الله لاعب حقيقة أسطوري وأحد أفضل المهاجمين يمكن اللي مروا في تاريخ الرياضة السعودية سواء كان على المستوى المحترفين الأجانب أو حتى المستوى المحترفين المحليين أنا ما أتذكر أنه أحد قد يمكن قورن أو في النصر أو حتى مجرد يعني ذكر اسمه بجانب اسم ماجد عبد الله يعني سوى حمد الله حقيقة طبعا الموسم ماجد هذا ماجد عبد الله قصدك ماجد عبد الله انه بجوار اسم ماجد عبد الله فاقول لك الموسم هذا يعني فعلا لا تحسبه على حمد الله انت لما تجي على الانجاز العظيم اللي حققه وتجده في موسمين موسم هذا اولا لن يحسب واتمنى انه ايضا حتى جمهور النصر يعني ما يكون يسجل على حمد الله لانه مثل ما ذكرنا قبل حلقتين عن غوميز نذكره عن حمد الله المهاجم يتأثر بعطاء الفريق النصر هالموسم مش في أفضل حالاته وحتى عدد المباريات القليلة اللي لعبها حمد الله هذا الموسم كانت في يعني أسوأ أوضاع النصر الفنية عندما حتى النصر انتعشت كان حمد الله مصاب فما تقدر تحكم عليه هالموسم 100 هدف يعني في خلال موسمين أو في 90 مباراة اللاعب لعبها رقم لن يتكرر احنا عرفنا حمد الله ايضا نحطم الارقام القياسيه في الدوري السعودي من اول مره انا ايضا قبل شوي احنا ننتقد حمد الله في بعض الامور لكن هذا لا يلغي يعني قيمته اللاعب كهداف ولا يلغي قيمته في قلوب جماهير النصر وهذا اللي لازم حمد الله ايضا يعني يبحث عنها انا اعرف انه حمد الله لاعب محترف محترف اجنبي ويبحث عن تامين مستقبله وهذا حق مكفول لكل للجميع أيضا كما يعطيه داخل الملعب يبحث عن حقوقه جميعها لكن ما تحقق له مع النصر طبعا كان بالتأكيد ما يعني بإمكانياته هو لكن ما تحقق له في مرحلته مع النصر لم يتحقق له في مسيرته كلها يعني في عوامل أي أنا أقصد عوامل التوفيق أيا كانت لكن أقول هالمرحلة أو مع هذا الفريق أو بهذا الشعار تحقق لك منجزات عظيمة جدا جدا خلت الجماهير تتعلق بحمد الله عشان كذا أنا أقول بالعكس رسالة لعبد الرزاق حمد الله أنه حافظ على هالشيء استمر في قلوب الجماهير النصراوية ما صنعته مع نادي النصر شيء عظيم لن يتكرر وأمامك المستقبل أيضا لزيادة هذه المنجزات وزيادة حبك في جماهير في قلوب جماهير نادي النصر أنا متأكد أنه حمد الله لو استمر على هذا المنوال واستمر موسمين مع النصر ستجد حمد الله بعد 40 سنة حتى يمكن لو يجي العمره هنا ستجده يذكر في قلوب ملايين من جماهير النصر محمد حقيقة أرقام مذهلة مشرفة للنجم ومشرفة للنصر وتعتبر بصمة في الدوري السعودي وفي الكرة السعودية لاعب قدم لنفسه الكثير وقدم لنادي النصر بصمة مميزة في التاريخ ولكن النصر ساهم بكثير طبعا في بروز النجم حمد الله وربما هذا التوقيت هو المهم انه 100 هدف وصلت في وقت النصر فيه يعاني بعض الشيء اللاعب يعاني من تراجع مستوياته ربما غاب في بداية هذا الموسم للإصابة مع ظهور بعض الإشكاليات اللي نسمع عنها وأحيانا يتفاعل معها الجميع ولكن
هذا لا يقلل أبدا من نجومية اللاعب ولا يقلل أبدا مما قدمه، ويفترض أنه هذا الرقم يكون حافز ونقطة للوصول إلى أرقام جديدة من 150 إلى 200، وهو قادر والنصر بيئة يستطيع اللاعب النجم أن يقدم لها. في هذه المسيرة طبعا دروس كثيرة، اللاعب حكمنا عليه من البداية أنه من أحيانا أنه صفقة خاطئة، المفروض ما كان يجي وقت الدعم الكبير ووجود لاعب بهذا الحجم، كان السخط جماهيري، كان الآراء متسرعة مننا كلنا، وفي الأخير اللاعب مجرد أن بدأ في مرحلة تعتبر متأخرة بفترة تسجيل بشهور ويبدأ ويسبق الجميع، هذا درس لنا إحنا أنه الصفقة الجيدة في مكانها، وفي عوامل كثيرة لازم تحكم العلاقة وتحكم النجاح. الأمر الثاني، اللاعب نفسه النجم الكبير في منظومة عمل كبيرة في كيان كبير، في معادلات للنجاح، في معطيات وأدوات، هل يعامل النجم أكثر من غيره؟ هل يجب احتواء النجم كطاقة كبيرة ولكن له بعض الجوانب السلبية لازم نتعامل معها؟ هل هذا اللاعب الكبير يجب أن يعمل للمجموعة أكثر مما يعمل لنفسه، وأحيانا يخرج من إطار التركيز داخل الفريق بأنه هو النجم اللي لازم هو يشيل الفريق؟ في أمور كثيرة ما ترتبط بس بالنجم، ترتبط بعقليته بأدائه داخل الملعب، ترتبط بعقليته وتفكيره وبأداء الإدارة واحتوائها اللي تخلي هذه الشعلة متقدة لأطول فترة ممكنة. القصة يبدو أنها ما انتهت، باقي الكثير، وهذه المحطات اللي يصل لها نادي النصر وهو بهذا المستوى ويصل لهذا الرقم ربما هي لإنعاش ذاكرة النصر أنه لديه الكثير ولديه في المستقبل طموحات كبيرة. النصر وحمد الله ينتظر منهم الكثير معا في المستقبل. فاصل قصير بعده نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية أحمد المصبيح، عيد التقل محمد الماسيو في حلقة الليلة. نشوف تقرير عن نادي الوحدة. بعد موسمين زاهرين منذ العودة مجددا لدور المحترفين، توجه الوحدويون بتسجيل إنجاز تاريخي بالتواجد في دوري أبطال آسيا لأول مرة. بات الفرسان هذه الأيام يعيشون أصعب أيامهم، وربما يكتبون آخر سطورهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الوحدة هذا الموسم سجل انطلاقة متوازنة في الدوري جعلته يحتل مركزا مطمئنا مع نهاية القسم الأول، ويحكم قبضته على المرتبة العاشرة تحت قيادة المدرب فيير بعد جمعه ل 21 نقطة تحققت من خلالها 6 انتصارات وتعادلين و6 خسائر. بداية الدور الثاني وتحديدا مع نهاية الجولة 16 انقلب حال أحمر الشرائع، الإدارة تفك ارتباطها بالبرتغالي فيير وتسند المهمة لمساعده الأردني محمود الحديد بحثاً عن نتائج أفضل فيما تبقى من المشوار في الدوري. الحديد يتولى زمام الأمور فنياً في 8 لقاءات مر من خلالها الفريق بتفاوت في المستويات وتراجع للنتائج أدت لاحتلاله مركزاً متأخراً، انتصاراً قابلها 5 خسائر وتعادل وحيد، أدخلت الوحدة دائرة خطر الهبوط ومغادرة دوري المحترفين الموسم المقبل. أحوال الفريق الوحداوي ومستوياته المتراجعة وخسائره 5 المتتالية في الجولات الأخيرة جعلت مدرج الفرسان يدق ناقوس الخطر مطالبا بتعديل الحال وإنقاذ الوحدة، خصوصا مع تبقي 6 لقاءات فقط للفريق، 2 منها ضد منافسيه للهروب من الهبوط والتي ستكون بمثابة تحديد المصير. فهل سينجح الوحداويون في تجاوز الأزمة الحالية والنجاح في الثبات موسماً آخر بين الكبار؟ أم سيتكرر المشهد ويغادر الفرسان دور المحترفين؟
شوف الحكي عن نادي الوحدة، أنا من ناحية شخصيا 6 مباريات المتبقية أنا وحداوي، نادي عريق، نادي فرحنا بعودته ولا هي أي عودة، نافس وأصبح من الأربع الكبار فجأة، يعني كأنه حلم. أنا أتمنى الآن الوحداوي على مختلف أوضاعهم ومكانتهم في النادي والبعيد والقريبين ينبذوا الخلافات يصيروا مع الفريق، لجنة إنقاذ كل يشارك فيها. شخصيا أتمنى الكابتن أستاذ الكابتن حاتم خيمي، لأن لي معرفته عن قرب، لأنه رجل يعتبر من الناس اللي انتشل الوحدة وجعلها يعني بالفعل جعل فريق الوحدة فريق محترم بمعنى الكلمة، منافس حديث النقاد. أتمنى يكون كابتن حاتم خيمي متواجد، مو شرط هو يصير رئيس ولا ياخذ منصب، حاتم آخر واحد يفكر في المنصب، يهم الوحدة. عبد الله خقير الناس أبغاهم بروح الصبان، بروح الأستاذ علي داود، بروح العالم، هذه يعملوا الوحدة. الوحدة كيان وتاريخ، بابغى أدخل في التفاصيل من أوصل الوحدة ومن ومن. 6 مباريات، مباريات كؤوس، لابد أن يقف رجالات الوحدة كلهم في موقعه ويلتفوا حول النادي في هالوقت. الوحدة حقيقة يعني يعز على أي رياضي يعني محب رياضة الوطن أنه الوحدة يهبط، كل التقليل لأنديتنا، لكن الوحدة غير. أتمنى إن شاء الله من الكابتن حاتم، وأكيد أنه ما هو بحاجة لكلامي ولا عبد الله ولا زيد ولا عبيد بحاجة لكلامي، لكن أذكرهم أن الوحدة الآن مو بحاجة لخلافات، بحاجة إلى تكاتف ووقوف مع النادي حتى إن شاء الله يتجاوز أزمته. الوحدة رقميا حتى الآن هابط، يعني أنت تتحدث عن الترتيب 14، وأيضا هو يتفوق المباراة عن بقية يمكن المنافسين له، منافسي عندهم 7 مباريات وهو الفريق عنده 6 مباريات فقط، في 3 منها خارج مكة و3 يمكن على أرضه. أضف إلى ذلك أنه مباريات 6 نقاط تقريبا اللي مع منافسيه اللي يسبقونه ما في عنده الا مباراة واحدة امام الفتح، يعني بقية المباريات بيلعبها ما تشكل 6 نقاط. نقول والله ممكن مباراة واحدة تصنع الفارق بشكل كبير لانه لن يواجه منافسيه سوى في مباراة الفتح، يواجه العين، يواجه ضمك، وهم اقل منه في الترتيب، بالتاكيد انه هو عينه على اللي قبله عشان يهرب من الان الهبوط. وضعه حقيقة يعني سيء، وانا قلتها قبل يومين واحنا نتحدث هنا، قلت له هذا نتيجة عدم الاستقرار لا الفني ولا الإداري ولا الحفاظ على المكتسبات حقيقة اللي صارت. وذكرت أيضا أنه حتى مع الوحدة الموسم الماضي وهو يحقق المركز الرابع أعتقد، قلت أنه الوحدة كان عنده أخطاء كثيرة وكان ما كان عنده استقرار. أوكي ضربت معك الموسم الماضي، لكن هل تستمر معك الموسم الماضي طول عمر الوحدة في 3 جولة يغير مدربه؟ تخيل 3 مباريات فقط وقام بتغيير المدرب، غير الموسم الماضي 3 مدربين صحيح، إضافة إلى أنه فقد الكثير من مكتسبات اللاعبين اللي كانوا بارزين واللي كانوا فعلا أدوا أداء مشرف في أول سنة له في الدوري المحترفين. فأعتقد أنه هذا الأمر كان نتيجة عمل من الموسم الماضي مش الموسم الحالي. الموسم الماضي مشيت معك وانت ما عندك استقرار فني، لكن هالأمور وعدم استقرار الفني والإداري ما يستمر بك طويلا، النتيجة تظهر حتى لو بعد حين، وشفناها يمكن هذا الموسم. أخشى حقيقة على الوحدة، وجميعنا يعني جميعنا قالها أبو تركي، جميعنا نحب الوحدة وجميعنا نشجع الوحدة وجميعنا نرغب بالوحدة. الوحدة على الأقل أنا أقولها لك، الوحدة مرتبط لدينا بمكة المكرمة، فأنا متأكد تمام أن كل السعوديين بالنسبة للوحدة يتمنون بقائها إن شاء الله. أبو عبد الله، الموقف خطير جدا، المؤشرات موجودة وتشير إلى يعني محك كبير لنادي الوحدة، لكن فعلا خسارة 5 مباريات متتالية وآخر 3 منها بالأربعة، وكل هذه ما هي خسارة نقاط فقط، هي خسارة مكتسبات وبدأ من فترة جدا طويلة، والسبب الأول إدارة ما في غيره. نادي الوحدة اللي حنخسره مش حنخسر نادي عريق وتاريخيا كبير، سبق لنادي الوحدة أن هبط وعاد وحاول وقدم مواسم في تاريخه مميزة جدا ونذكرها وما كانت بعيدة، لكن احنا خسرنا فعلا فريق كان عنده ملامح انه ينافس على البطولة، عنده ملامح انه يقدم كفريق مختلف تماما عن كل ما شاهدناه في تاريخه، اقترب من المنافسة، قدم فريق عظيم جدا، في لاعبين
لاعبين على مستويات كبيرة أضافت للدوري السعودي. كل هذا التوهج بعد العودة والدخول إلى مصاف الأندية الكبيرة فعلا في مستوياتها إنها تصل إلى هذه المرحلة، ومش من مباراة أو اثنين. الخسائر والهبوط في المستوى الفني وقوة اللاعبين وقيمتهم والاستقرار الإداري كلها أمور إدارية أوصلت النادي خلال أكثر من موسم، القرارات الخاطئة المستمرة كلها تشير إلى أنه في أزمة. طبعا هل نقطيا الوحدة مهدد أو لا؟ أعتقد أنه لو الوحدة يبغى يعني يرفع حظوظه في البقاء يفترض أن العمل مو يبدأ اليوم، يفترض العمل يكون بدأ فعليا رغم سوء الحالة اللي موجودة حاليا. الخسارة بالنتائج الكبيرة ومتتالية لا تعني سوء فني فقط، تعني أنه سوء في خلل كبير في الإدارة. أحيانا تحتاج إلى تغيير، إلى شيء يقف جانب الإدارة، والأمر صعب في هذه المرحلة خصوصا أنه التواجد الشرفي حول الأندية خصوصا نادي مثل الوحدة ليس كالسابق حتى لو معنويا، ويبدو أن الأمر أكبر من معنوي. الأمر يتطلب وقفة، يتطلب تغيير في كل منظومة النادي وتكون بدأت فعليا. أحيانا تشعر أنه الإدارة لازم تحسسك أنها هي فاهمة الوضع اللي هي موجودة فيه، لازم تحسس اللاعبين أنه في فرق موجود وفي رغبة مشتركة يصنعها الفريق مع الإدارة في أنه يتواجد في البقاء. أحيانا تشعر بالنادي الوحدة في السوشيال ميديا أنه عايش في عالم آخر، تحديات وسيوف وصناصيد والفريق رايح فيها. كيف تقدر تجمع الكيان كله واللاعبين وتجمعهم على تحدي واحد يتجاوز هذه المرحلة؟ هذه مهمة صعبة جدا، وأخشى أنها أصعب على هذه الإدارة تحديدا. فاصل قصير بعدهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام. أبو تركي شكرا جزيلا لك، عيد شكرا جزيلا لك، محمد شكرا جزيلا لك، نودعكم بأخبار شوت، في أمان الله. التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم في جدة. التقى بالرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو ديمانيكالي بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وعدد من مسؤولي فورمولا 1، وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 المزمع إقامته خلال المدة من 3 إلى 5 من ديسمبر المقبل بجدة. سيدخل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم معسكرا إعداديا في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 31 من مارس الجاري، استعدادا لخوض غمار أولمبياد طوكيو الصيف المقبل. وسيتضمن المعسكر مبارتين تجريبيتين يوم 27 و31 من مارس، فيما لم تتحدد هوية الطرفين الآخرين لهما حتى الآن. ووقع اختيار سعد الشهري مدرب المنتخب على 25 لاعبا للانضمام إلى ذلك المعسكر. بدأت إدارة نادي الهلال في دراسة ملفات عدة مدربين أجانب معروضين عليها تمهيدا للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل. وترغب إدارة النادي العاصمية التي يترأسها فهد بن نافل في حسم هذا الملف قبل نهاية الموسم الجاري كي يحصل المدرب الجديد على وقت كاف لدراسة احتياجات الفريق. رفض البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم راحة لاعبيه بعد خسارتهم أمام الفتح بهدفين لهدف الثلاثاء في ربع نهائي كأس الملك، حيث بدأ الاستعداد لمواجهة الرائد الدورية. ويحل الفريق الجداوي ضيفا على الرائد السبت لحساب الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. كثف فريق الرائد الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة الاتحاد السبت المقبل في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحصة تدريبية على فترتين صباحية ومسائية أمس. وتركزت التدريبات التي جرت في صالة الحديد على تدريبات لياقية، فيما أخضع البلجيكي هاسي مدرب الفريق اللاعبين لتدريبات على ملعب النادي اشتملت على النواحي التكتيكية وتنفيذ العديد من الجمل الفنية التي يرغب في انتهاجها أمام الاتحاد.
أعلن الجهاز الفني بنادي الفتح إغلاق ملف مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبدأ الإعداد لمواجهة الأهلي السبت المقبل ضمن الجولة 24 لكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأدى الفريق تدريباته على ملعب النادي الرئيسي، حيث قسم المدير الفني السيد يانيك فيريرا اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة الاتحاد، وخضعت هذه المجموعة لتدريبات استرجاعية، فيما خضعت المجموعة الأخرى التي ضمت بقية اللاعبين لتدريبات اعتيادية تنوعت بين لياقية وفنية.